إلى بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق بوتليميت ألاق، كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، ومشروع قانون يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الاستطباب بالنعمة. نتابع في ميلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء اليوم 15 إبريل 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولا عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 مارس 2019 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق بوتليميت ألاق. كما درس المجلس مشاريع المراسيم التالية وصادق عليها: مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية. مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الاستطباب بالنعمة. مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة شركة إسكان. مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 031/2017 بتاريخ 9 مارس 2017 المتضمن ترقيم السيارات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية لترقية البنى التحتية الرقمية. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية بنواكشوط لصالح شركة أفروبور. وقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضاً على الوضع الدولي، وقدمه وزير الداخلية واللامركزية بياناً عن الحالة في الداخل، وقدمه وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرات الإدارة بياناً يتعلق بحصيلة إنجازات قطاع الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرات الإدارة للفترة 2009-2018 وآفاقه. وقدمه وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بياناً يتعلق بتسجيل مهرجان المدن القديمة في السجل الوطني للتراث لتسجيله على لوائح التراث الثقافي اللامادي العالمي. وأخيراً اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة العدل، ديوان وزير، المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، المفتش العام المساعد محمد سالم بارك الله قاضي مفتش سابقا، مفتشون مختار محمد قاضي مستشار بالمحكمة العليا سابقا، عبد الرحمن صنبجا قاضي نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا سابقا، الحبيب محمد المختار قاضي نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواذب سابقا، محمد سيدي أقلاي كاتب ضبط، كاتب ضبط بمديرية الموارد البشرية سابقة، وزارة الداخلية واللامركزية، الإدارة الإقليمية، ولاية العصابة، الوالي مربيه ربه العابدين، إداري مدني والي نواكشوط الجنوبية سابقة، ولاية نواكشوط الجنوبية، الوالي محمد الحسن والمحمد سعد، إداري مدني والي العصابة سابقة، وزارة الصيد والاقتصاد البحري، ديوان وزير، مستشارة فنية مكلفة بالصيد التقليدي، بس فاطمة خلفا لمحمد فال ليستفاد من حقه في التقاعد، وزارة التنمية الريفية، المؤسسات العمومية، مختبر الأمراض والتقنيات الحيوية للنخيل، المدير محمد القنيتة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، المؤسسات العمومية، الشركة الوطنية لترقية البنى التحتية الرقمية، المدير العام أحمد سالم وللتكرور. هذا